هذا سائل يقول: أحرمت من جدة وأنا لست من أهلها، فما حكم العمرة علما بأني لم أتعمد ذلك؟ هذا في تفصيل. إن كان مقيما في جدة، يشتغل في جدة ومقيم في جدة ونوى العمرة من جدة، فميقاته جدة، يحرم من المكان الذي نوى منه العمرة. أما إذا كان قادما من بلده يريد العمرة، فإنه يحرم من ميقات بلده ولا يؤخر الإحرام إلى جدة. فإذا مر بالميقات المحدد لبلده جوا أو برا أو حاذاه، فإنه يحرم منه ولا يذهب إلى جدة ثم يحرم منها ويتجاوز الميقات.